يعني انا اعطيك رايي الشخصي واعطيك الراي يعني الراي العام. اذا كانت يعني من حتى من قبل لا استلم الوزاره لما طرح موضوع جامعه جابر دائما يعني تحدث وتناقش، قلت لها هي نقلت فقط كليات من مكان الى مكان، انا ما راح افهمها يعني ولا راح استوعبها، ولا هي نقل مكان. نعم. بس اذا بتنقل نفس النظام الى جهه اخرى فما صارت. فيفترض ان تكون الجامعه هذه مختلفه عن نظام الهيئه العامه للعلوم التطبيقيه. نعم. مختلفه تماما، لان اسمها جامعه فتختلف، يجب ان تكون مختلفه تماما. واقترحت حتى على الوزير السابق الله يذكره بالخير نايف الحجرف ان تكون هذه كليه الدراسات العليا للتربيه، وحتى التدريس يكون بها بالانجليزي. نعم. عشان تكون مختلفة عن التطبيقي. نعم. طبعا هذا كان رأيي، ولحد الآن هذا رأيي. ولكن فيما يتعلق في الرأي العام أو الرأي السياسي، الآن عندنا مشروع قانون الجامعات الحكومية. نعم. يمكن راح يقدم قريبا للجنة التعليمية دراسته وطرحه للمجلس، وهذا راح يحل جامعة جابر وأي جامعة أخرى وحتى جامعة الصباح السالم وجامعة الكويت. نعم.